حبايبي وأصدقائي القناة، سلام عليكم. النهاردة باختصار في 4 دقايق تقريبا هنتكلم عن مهام وظيفة ضابط الحركة. الوظيفة دي مطلوبة في عدة شركات طيران في الفترة الأخيرة نظرا لارتفاع معدلات السياحة ونشاط حركة السفر والوصول في الدولة المصرية بشكل عام. ربنا يزيد ويبارك. ضابط الحركة المسمى بالترافيك أوفيسر بيكون مسؤول عن مراجعة مستندات الركاب، وكمان بيتأكد من صلاحية تأشيرة السفر وجواز السفر الذي يحمله الراكب والمسافر بإذن الله على شركة الطيران. هو معني جدا بأنه يطابق سياسة الشركة باللي موجود مع الراكب من حقائب ومتعلقات زي الهاند باج والأمور الشخصية اللي معاه، وإنها يجب ألا تتعارض مع أي معيار من معايير الأمن والسلامة. وطبعا وفقا لما تحدده الشركة من الأوزان المسموح بيها للراكب، مع مراعاة المسموحات والممنوعات في الحقيبة المخزنية وحقيبة اليد وكل ما يحمله الراكب معه من مستندات وغيرها. وطبعا حضراتكم كل ده بيتم التنسيق والمتابعة مع سلطات المطار من التأمين طبعا، حتى بوابات الدخول لصالة السفر، وأطقم تأمين الطائرة على البوابات واللي هم بيكونوا أمن شركة الطيران. يعني في عدة نقاط أمنية وتفتيش ومراجعة لحقائب الركاب والمستندات، وإحنا على الكاونتر بيقوم بإدخال بيانات الراكب طبعا على سيستم شركة الطيران وأشهر البرامج الأماديوس. وطبعا بيتم ربط هذا النظام بتعليمات الدول من خلال التيماتيك وما يتطلبه من إدخال بيانات لجواز السفر وتأشيرة السفر على السيستم. طبعا طبقا لحالة الراكب وظروفه الصحية والنفسية ومظهره العام ومتطلباته الخاصة بيتم اختيار كرسي الرحلة المناسب للراكب، وطبعا وفقا للاختيارات المتاحة في وقت حضور الراكب، ومع تطبيق بعض الشروط المتعلقة بحالة الراكب وضرورة اختيار مقعد مناسب ليه، يعني مقعد الطفل غير المصطحب غير مقعد الراكب المريض أو كبير السن أو الراكب وسط مجموعة وبحالة صحية جيدة. وبعد كده بيصدر كارت الصعود وملصقات الأمتعة، وبتم تعليقها بشكل جيد جدا على الحقيبة تفاديا من عدم وقوعها. وطبعا بيتحرك الراكب بعد كده لإنهاء إجراءات الجوازات ثم إلى السوق الحرة ومنطقة الفود كورت والمطاعم والكافيتريات، ثم إلى بوابة السفر علشان يتم عمل إجراءات اللي تشيك أوت وطلوع الراكب للطيارة وإجلاسه على مقعد اللي مكتوب في بطاقة الصعود. وضابط الحركة أيضا بيكون مسؤول عن تقديم كشف الحمولة والاتزان لقائد الرحلة. وما ننساش إن في مسموحات وممنوعات موجودة على الجيت، وبيتم منع أي شيء بيمثل أي خطورة على الطائرة والأرواح والممتلكات. الحقيقة وظيفة ضابط الحركة وظيفة مهمة جدا وجميلة وشاقة ومحتاجة مؤهلات وإمكانيات خاصة. أحب ألفت الانتباه إن في مجموعة حلقات للقناة عن وظيفة ضابط الحركة وضابط المبيعات وأخصائي العلاقات العامة، وكلها حلقات ذات مشاهدة عالية جدا. وفي المرحلة الجاية هنتكلم إن شاء الله عن سياسة التأشيرات في مصر وماليزيا ولبنان والعراق
وأي دولة تحبوا حضراتكم نتكلم عن سياسة التأشيرات فيها بإذن الله. ما تنسوش اللايك والشير، وتحياتي للجميع بالتوفيق بإذن الله.